هنبدأ معاكم لرموز الفن المصري والعربي. معانا مجموعة من الأخبار اللي هتتكلم عن هذه الرموز اللي أثرت الحياة الفنية والثقافية مش بس المصرية كمان العربية، سواء في ذكرى وفاة بتحل اليوم أو ذكرى ميلاد هؤلاء الفنانين والكتاب والسيناريست. النهاردة هنبدأ بمين؟ نبدأ طبعا بملك الترسو. النهاردة مشاهدينا ذكرى وفاة وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، اللي قدر يسيب لجمهوره العديد من الأعمال الفنية المحفورة في أذهان كل مصري، خصوصا طبعا بعد مسيرته السينمائية الطويلة والحافلة بالتنوع ما بين بقى أدوار الشر وأدوار ابن البلد وأدوار الأب. طبعا محطات إبداعية ما فيش شك في حياة وحش الشاشة فريد شوقي، هنتعرف عليها دلوقتي في سياق هذا التقرير. اليوم هو ذكرى وفاة وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، الذي استطاع أن يترك لجمهوره العديد من الأعمال الفنية التي ما زالت محفورة في الأذهان بعد مسيرته السينمائية الطويلة والحافلة بالتنوع ما بين أدوار الشر وابن البلد والأب وغيرها. أنا سمعت كلامك كتير، وده اللي خلى داسني واستهزأ بي. أنت صاحب حق وما تضيعش حقك بإيدك يا سلطان. خلينا ندور على باب رزق جديد، وخلي أملك كبير في الله. أنا مش هستحمل ذلك أكتر من كده، أنا لازم أخلص حقي بإيدي. ما تندفعش ورا الغضب يا سلطان، وأنا لازم أنتقم. غضبك هو المنتقم. جدي ولد فريد شوقي في يوليو عام 1921 بالسيدة زينب، والتحق بمدرسة الفنون التطبيقية وحصل منها على الدبلوم. ووالده هو محمد عبدو شوقي الذي كان يعمل مفتشاً بمصلحة الأملاك الأميرية بوزارة المالية. عشق فريد شوقي التمثيل منذ طفولته، وكان والده صديقاً للكاتب المسرحي عبد الجواد محمد الذي كان سكرتيراً لفرقة رمسيس ومؤلفاً ومترجماً للكثير من المسرحيات للفرقة، فكان والده حريصاً على مشاهدة كل مسرحيات الفرقة مصطحباً معه ابنه فريد وهو لا يزال تلميذاً في الابتدائية. بعد افتتاح المعهد العالي للتمثيل التحق فريد شوقي به ونال دبلوم المعهد العالي للتمثيل، واستقال من وظيفته الحكومية ليتفرغ للفن، وبدأ بأدوار الشر على المسرح والشاشة. اشتهر في بداياته بتجسيد أدوار الشر، وظهر بدور اللص والبلطجي، وكان أول أفلامه مع المخرج يوسف وهبي في فيلم ملاك الرحمة في عام 1946، ثم تولت عليه الأعمال الفنية، فقام بدور البطولة في فيلمه الثاني ملائكة في جهنم للمخرج حسن الإمام عام 1947. وبدأ يغير طريقة انتقائه للأدوار بحيث يبتعد عن أدوار الشر، وكان ذلك في بداية الخمسينيات. لا لا لا، ده أنا عاملها قبل منك. قرية خميس مش ده المكان نتحاسب فيه، تعال معايا بره. قدم ما يقرب من 400 عمل فني، أبرزها إعدام ميت، عنتر بن شداد، الفتوة، رصيف نمر 5، صاحب الجلالة، وسعد اليتيم. لم يكتفي فريد شوقي بالتمثيل، إنما اتجه أيضاً إلى التأليف وألف العديد من الأعمال، منها عم حمزة، صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، شويش نص الليل، جعلوني مجرماً، ومضى قطار العمر. كما أنتج أيضاً العديد من الأعمال الهامة، من أبرزها رصيف نمر 5، بورسعيد، جوز مراتي، الموظفين في الأرض، وموعد مع الحبيب، ولا تبكي يا حبيب العمر. يعني لو كان أجله طال شوية كنت عرفت مين اللي قتل مراتي. مش يمكن الواد عرفان ده كان بيضحك عليك ويكون هو اللي قتلها؟ لا يا معلم، أنا متأكد إن اللي قتل عرفان هو اللي قتل مراتي. يبقى أحسن لك تبعد عن سكته يا خميس يا ابني، ده باين عليه قتل قتلة. مسيرة وصل له برضه، وأنا وراه والزمن طويل. تزوج فريد شوقي 5 مرات، كانت الأولى من صديقته في معهد الفنون المسرحية، ثم من ممثلة مغمورة تدعى زينب عبد الهادي، أما الثالثة فكانت محامية، ثم تزوج من الفنانة هدى سلطان وأنجب منها ناهد، وبعد انفصاله عنها تزوج سهير ترك وأنجب الفنانة رانيا. أنا راجل مثقف، أنا خدت توجيهية 16 مرة. أنت؟ أيوه، بدل 16 تلميذ خايب. وإيه اللي رمك على كده؟ والله كانت شغلانة كويسة وبكسب منها عال، كنت باخد على كل تلميذ 25 جنيه. بتسترزق بتهلب يعني. ايوه، انما جت في الاخر ولبخت شوية. كان السلطان بتاعك بدالي، وطبعا عقله زي عقلي حضرتك، كان زمانه ضاع وضاعت السلطنة، وحضرتك اترفدت وجيت اشتغلت عندي صبي شيال. خلي عندك أدب،
خلي عندك انت نظر وزود الاتعاب. توفي فريد شوقي عن عمر ناهز 77 عاماً بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد دام حوالي عامين، وكانت وفاته يوم الاثنين 27 من يوليو عام 1998، وتم تشييع جثمانه من مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير ليدفن في منطقة الإمام الشافعي في قبر خاص به. تاني زميلكو ده اللي أقول لك إيه؟ يا ابو رمش بيجرى على سهوة حلوة دوب لي صباعك في القهوة. دي قهوة تعرف قهوة تغم النفس.